في قول الله تعالى ولن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي أي بجد واجتهاد محقوق به وعلى علم من الله أني له أهل وإنما ورثت هذا المال كابر عن كابر. وذكر الحديث الطويل فيه فوائد. حديث الأبرص والأقرع العام، من يذكر لي ما هو الفرق بين هؤلاء الثلاثة؟ يوجد فرق في الرواية، ما هو الفرق؟ اللي قرأ الحديث حديث إن ثلاثة بني إسرائيل، القصص تذكر لنا للعبرة والابتعاث لا للقصص فقط، وإن ثلاثة فأراد الله أن يبتليهم إذا النعمة ابتلاء. ما الفرق في الرواية بين الثلاثة؟ في فرق. بسم الله. الثالث منهم أوقف، من هو الثالث؟ الأعمى. ما الفرق؟ إنه الشيخ حمد نعمة الله هو أكرم. هذا فرق. الفرق الثاني أنه نسب النعمة لله عز وجل. هذا الثاني الفرق. قبل الفرق الأول، اجلس، تعرف الفرق الأول؟ الفروق، الأعمى قبل أن تأتي النعمة ماذا قال؟ أن يرد الله علي بصر، صح؟ أما الأول الثاني ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. إذا قبل النعمة متعلق بمن؟ الأعمى والأبرص والأقرع لا، ما في تعلق. بعد النعمة كان التذكير بالهيئة وبالكلام، جاءه في هيئته وفي صورته، ايش بقى اكثر تذكير منها؟ قال لعل اعرفك، الم تكن؟ قال لا، انكر بالقلب وبلسان وجاهل صلى الله عليه وسلم. الاعمى مجرد راى الاعمى عرف نعمه الله سبحانه وتعالى. قال قد كنت اعمى، ما قال له شيء الى الان، قال قد كنت اعمى ها فرجع البصر، قال لا، قال فرد الله علي بصره ثم شكر النعمة بالجوارح وباللسان وبالاعتقاد. قال فخذ ما شئت ودع ما شئت، لو يأخذ بين الجبلين، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لمن؟ قال تريد تأخذ لله؟ خذ لغير الله؟ لا رجل. قال قد رضي الله عنك، لو تنفق كل أموالك، والله هذا ليس بشيء الإنفاق أمام رضا الله، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. كيف كان أصحاب الله؟ كيف؟ لأن الصحبة تطلق على مطلق المشاكة. الصحبة هنا في ماذا؟ في الابتلاء. يقول هذا صاحب هذا لا أعرفه، لكن هم في الجامعة الإسلامية، وهذا صاحب هذا لأنه من دولة واحدة، وهذا صاحب هذا لأنهم يعملوا في مكان واحد. مفهوم؟ نعم.